ومن الأخبار المرتبطة بمباراة اليوم يأود أكيد خلينا نتكلم عن تعهد الفنان رابح صقر بالغناء للفريق الفائز في مباراة الهلال والفيحاء في نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين. الفنان رابح طبعا مؤكد أنه يقدر هو يعتبر أن الفريقين الاثنين فايزين لأنهم تمكنوا من الوصول إلى المباراة النهائية من البطولة. خليني أطلع معكم على